وش حصل للناس بصراحة. يبا مايلا مل من الانتظار، خاصة انه ما في سبب يمنع هالزواج. هو جاهز مستعد، وامل موافقة وتنتظر هالساعة من زمان. انا عن نفسي مالومة ومقدر وضعه. وخالتي ام ركان وش رايها في كلامه؟ هذا حد في هالدنيا يقدر يعرف وش تفكر فيه امك انت؟ ما حسيت بشي؟ طبعا الكلام ما جاز لها. وهي وين هالحين؟ طلعت لفوق في حجرته تبي تعرف وش وضعه. راحت الزيت في حجرته؟ هي نعم راحت له في حجرته. عز الله اللي طفت نار توني شابتها. يا فرحة ما تمت. انتي وش تقولي يا ثري؟ بصراحة يبا انا كنت فرحانة ان زيت تحرك وانفعل. ليه؟ أراهنك باللي تبي، إنها قدرت الآن تغير رايه وتقنعه باللي تبي. ما يحتاج يا بنتي تراهن ولا الشيء، أنا كنت عارف الشيء هذا مجرد ما قامت من هالكنبة والحقت فوق. والله حرام هاللي يصير، على الأقل علشان أمل، هالمسكينة متعطل حالها بسبب سلبية هالأثول. أقول يا ثري، يعني ما كان لك انفعلتي زيادة شوي عن اللزوم؟ يا ليت يبا أحد في هالبيت يقدر ينفعل زيادة عن اللزوم، هذا الحنة محتاجينه. يبا حنا محتاجين أحد ينفعل ويكون له موقف ثابت ما يتغير عشان تضبط أمورنا هاللي متلخبطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. صن واسمع وش يقول الصمت، وش تحكي حروفه. الزحام أنساك نفسك، اسأل الله العوافي. يا ولد آدم ترى جهدك ورا الدنيا احسوفه، الثرى مهما سقيته من مطر ما قال كافي. ما تشوف ان الشجر لا طال يقرب من احتوفه؟ ما تحس ان البحر مهما صفى ما هو بصافي؟ لا تهاب من الفناء، لا صار لك نفس عطوفه، والرجل لو ما الفعول الطيبه لابد هافي. فكر بغيرك وقبله، فكر بربك وشوفه، ولا تنام وفيك ظلم وسامح وخلى التجافي. الوجود اللي تشوف مرايته حنا ضيوفه، لا وطن يحفظ سنين العمر ولا حتى المنافي. صاحبي وش فيك محزون المدى ما بك مروفه؟ ليه ما ترفق على جرح الأسى وتصير شافي؟ لا تجهم
ما يدوم الباس ولا تبطي سيوفه، وابتسم مدام ربك فوق ويحب السنافي، وانت خلى الحظ عنك وخانك الشر وصفوفه، وكل الرب العزيز الفرد علام الخوافي. وحكاية أبو أمل هذه أبيك تنساها ولا تفكر فيها أبداً. إن شاء الله. وعد؟ أوعدك. وتوعدني بعد إنك ما تسوي أي شيء من وراي؟ يما وفي أحد يقدر يسوي شيء؟ خليني ساكتي. هذا أنت قلته، ما حد يقدر يسوي شيء بدون ما أعرف أو أكتشف. وأبيك تحط نفسك في هالموقف وتغير نظرتي لك. حاضر. وفي أحد يقدر يسوي شيء؟ لا أنا ولا أبوي ولا أخواني. تعال سميني. وين بتروح؟ أما تبول حرقية بشوف ليش ما تكفى الحمل. وش عليك؟ الله يهديك يا موش. لا مش علي، رجال محتاس وبيروح في داهية تقول مش علي. ما عليك من رقية، المسكينة محتاجة لكل قرش في مرتبها، بكرة يجيها نصيبها وتحتاج لها. يما فيها أولويات، ومن هنا إلين يجي راعي النصيب فيها حلال. أقول يا سعد، لا تدخل بين حمد ورقية وتورط نفسك بهالسوالف. تعرف رقية عدل لسانها طويل وما يرحم. بعدين يا أخي بحثنا على هالملاليم اللي حاطتها في مشروع الحمام حق أبوك. أجل وش بتسوي على أقساط بتاكل نص راتبها والسنوات بعد؟ بس يما حمد ممكن يضيع ويروح في داهية. قلبك على حمد وما فكرت في أختك؟ أختي ما هي معارضة للسجن والبهدلة والضياع؟ وبعدين إذا ما وقفت رقية مع أخوي حمد وش لزمتها الأخوة؟ ما دامك حبيب وقلبك على أخوك وهامتك أمور الأخوة لهالدرجة، ليه ما تكفلها أنت وتريحنا؟ أنت عارفة يا رقية لو معي ما قصرت، وعارفة أن العمار محتاج لكل قرش في جيبي. هماك تقول للوالدة أن في هناك أولويات؟ خلاص وقف البنا وساعده، ما فيها شيء إذا تعطلت لذلة كم شهر. يلا ورنا شهامتك يا الصدقي. يكون في علمك يا رقية أنا مستعد أني أوقف البنا وأوقف كل شيء عشان أوقف مع أخوي وأساعده وأنقذه من المشكلة اللي هو فيها. الله يقويك. وش فيه؟ ليه تخانقون؟ معلش أخوك عنده شحنة شهامة يبي يفرغها فيني. حرام عليك يا سعد، انت جاي تفرغ شحنة الغضب اللي فيك في اختك؟ انت ما عندك قلب؟ تستهبل انت؟ بعد بترجع علي مطاق ما حد في الشغل وجاي تحط حرتك فينا؟ خذ هذا اللي جاي تدافع عنه وتبيني اكفله. عز الله ما عطيت له معي مليون. الشغل مو عليك يا دلخ، الشغل علي انا اللي تعاطفت معك وبفزع لك. يما صحيتوني يا بينا؟ وش فيك يا وش الازعاج؟ هذا اللي استفدناه منكم، كل واحد فيكم يكسر الشر ويروح لحجرته. يلا شان. سعد لا تروح، ودي اقول لك شيء. عرفت شلون؟ ايش يا اخي قلب وجهك انت سنونك يا شيخ. تعال صدقين فاتتك، فاتك الاثم لاخوك وش سوى في سعد. تصدقين جد من سعد لاحق على المشاكل، من كثرها ما صار لنا شغله غيرها. وش فيك يا ثريا؟ من جيتي من تحت وانت حالك مقلوب، صاير قولي. مليت يا رقية. من وشو؟ من هالمشاكل اللي قاعدة تصير في بيتنا. روحي يا شيخة، ظنت عندك موضوع يستاهل. وهو وش اللي مدهور حالنا غير هاللامبالاه الغريبة اللي صارت ما شاء الله صفة دايما لكل سكان هالبيت. طبعا اذا استثنيت ام ركان. احمدي ربك ان في احد خايف علينا وشايل الهم عنا، واعتقد ان هذا شيء زين. ولا انت ما تشوف الا الشين وبس؟ اي زين، مره زين. وش فيك تحط حرتك فينا؟ تخيلي سعد الاثول واقف معه وحمد واقف في صفي ويدافع عني. صدق هالولد منتهي، ما منا امل.
عرض عليه الأرض اللي جنب فيلته واقترح عليه التوسعة. وانت ايش عليك؟ أنا كلمت أصحاب الأرض وهم ما عندهم مانع. على فكرة أنا أعطيتهم رقم جوالك، يعني أكيد بيكلمونك. يا أخي كلمة كلمة، مو هم أنت اللي ماسك لها الفيلا؟ أنت سوي اللي قلت لك عليه واترك الباقي علي. مع السلامة. يلا وريني وشون بتساعد حمد وبتوقف معه يا سعد. نسيت، أنا نسيت أول نسيت الموضوع هذا، لازم ألقى له حل نهائي قبل لا يتهور ويروح يتزوجها من ورانا. إيه يسويها يا الأثول. الو، هلا هلا ابو مراكان، وينك يا بنت الحلال؟ صار لنا كم يوم لا شفناه ولا سألت عنه. سمي؟ لا يا بنت الحلال انا موجوده، وين بروح؟ الله يخلف علي. لا والله يا مراكان، امل ما هي موجوده، راحت مع ابوها تتصور علشان الجواز. ايه الله هدا وجخذها. آمين آمين يا مراكان. سمي الحين؟ لا ما عندي شيء، بس كنا رجالاتي تعبانة شوي. إيه تعالي انتي، زينتوا القهوة؟ إيه جيبيها وتعالي. يعني هو من بعد البيت يا بنت الحلال، ما بيننا وبينكم غير الجدار وهديتوا. خلاص 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 أنا أجيك. يلا مع السلامة. وش اللي جابني على بالك يا مراكان؟ يلا توكلنا على الله. جازت لك؟ ممتازة يا أبو صلاح حقيقة. لا ومرغوبة أبشرك، كل ما وديتها للسوق يأخذونها مني على طول. طبعا الناس عرفت شلون يحبون القديم. لا ويدورون عليه بعد. لا وزيدك من الشعر بيت يستعملونه للزينة هذا اللي شوف هذا. زين قل لي الحين شلون مرتك تلمت هالسنة هذه؟ أقول لك وشلون، راحت مرة معي للجنادرية
وشافتهم يصلحون هالاشياء هذه، ومن ذاك اليوم الى اليوم وهي شابه على نفسها لين تعلمت. شيء زين هذا، لو يعني كل واحد يتعلم له شغله من اي مكان يزوره كان يا سلام يا ابو صلاح. اقول سم، عندك فلوس؟ محتاج فلوس. ما استغني يا الحبيب، بس ابيها لك. انت اللي استرني ابو صلاح، وانت ابخس بظروفي. يعني ما تقدر تلملك تم قرش منا ولا منا؟ كم يعني وليه؟ شوف يا اخوي ابو زيد، المبلغ كله 700,000. وال 700,000؟ انا لو املك 700,000 يا ابو صلاح ما كان هذا حالي، وما كان مرتي تسوي فيه اللي تسويه يا ابو صلاح. طيب 400,000. وش الموضوع يا ابو صلاح؟ قصيرنا ابو عبد الله عارض مزرعته للبيع، وانا بصراحه ابيها لك. من وين بس الله يهديك يا ابو صلاح؟ الرجال يا ابو زيد ما عنده مانع، تدفع له 400,000 والباقي مهم قصري بقصده عليك. المزرعه يا اخوي ممتازه، انا شايف انها حل جميع مشاكلك. تقدر تربي فيها دجاج، تقدر تربي فيها حمام، تقدر تحط غنم بعد. لا وازيدك من الشعر بيت بعد، فيها 100 نخلة، وفيها شجر ليمون وبرتقال والخضار في كل جهة في المزرعة، وفيها بيت صغير تقدر تصلحه وترمه على كيفك. شوي شوي علي عاد يا ابو صلاح، انت ناوي علي ولا ايش الحكاية يعني؟ الحكاية يا اخوي ابو زيد اني ابيك تاخذها، هذه فرصة ما بيها تضيع عليك، وبعدين أنا حريص على جيرتك بيها يا أخوي. إي بس من وين يا أبو الصلاح؟ أنا ما في جيبي ولا حتى 5,000 ريال، تبيني أدبر 200,000؟ اسمع يا أخوي أبو زيد، أنا عندي 200,000 أبى أسلفك إياها، والـ200 الثانية تسلفها من حرمتك، ما هي مقصرة تبي تعطيك. أوه إلا هذه مراكان تسلفني؟ لا لا هاي بعيدة عنك يا رجال، والله اللي ما اعطتني الشيء، اترك بس هنك ابو صلاح الخرابيط، اتركها بس. يا اخوي ما هي بخرابيط، الله يجزاك خير، هذه حل مشاكلك اللي تدورها من زمان. هذا حل يا ابو صلاح غير معقول. يا ابن الحلال لا ترفضه وانت من غير ما تحاول، حاول انت. حتى لو احاول برضو الامر صعب. يوم اشتريت هالمزرعه يا اخوي ابو زيد كانت ظروفي اصعب من ظروفك، والحين الحمد لله كل ما قمت وقعدت اني ما ضيعت الفرصة يوم جتني. شوف يا اخوي، من باكر ابى اجيب لك الـ200,000 اللي عندي، والـ200 الثانية حاول مع حرمك ولا حد عيالك، دبرها منا ولا منا، والرجال ما عنده مانع يبي يقصد عليك الباقي، هو راضي بهذا. اولا انا يا ابو الصلاح بصراحة يعني عرفت شلون، ما يطاوعني قلبي اخذ فلوسك، انت وش ذنبك يعني؟ عدني يا ابو زيد اني اشتريت جيرتك يا اخوي، جيرتك غالية عندي. توكل على الله، هاي الله توكل على الله وحاول، انا ابيك بس تحاول. وش دراك يمكن تصيب ذا المرة يا اخوي؟ مستحيل. ما في شيء مستحيل على ربك. صدقني مستحيل يا ابو صلاح، امراكان تساعدني في مشروع ابيه لنفسي. اجل لا تقول لها انك تبي الفلوس علشان تشتري مزرعة. أما هذا أقول لها أنت صاحي يا أبو صلاح. يا أخوي شف لها حجة ثانية. وإذا درت إني أنا غشيت وكذبت عليها زين، وش بفكري منها بعدين؟ هذا إن درت، ومن هنا لين تدري فيها 1,000 حلال. أمراكان ما حد يقدر يخبي عليها الشيء يا أبو صلاح، صدقني. أمراكان أولا وأخيرا بشر، وبشوية حرص منك أبو زيد تقدر تخبي عنها أي شيء. ترى نص قوة مرتك هو خوفكم من جبروتها. هذيك المزرعة؟ أي نعم هذيك المزرعة. أنت تقول صادق؟ يا أخوي هذا أمر ما يمزح فيه الله يهديك. بصراحة لا تقعد تعلقني بحلم ما نبقى تحقيقة. أنت يا أبو زيد توكل على الله واسمع كلامي، هذا أمر يستاهل المحاولة وأنا أخوك. إي بالله يستاهل.
سافر العصفور طار يدور أغصان الأماني والملاذ من العمار. القفص ما هو مكان للحياة، القفص ما هو حياة، القفص ليل طويل ولو تعلق في نهار. ولا على العصفور باس إن فارق إحساس اليباس وغافل الحراس وأعلن مولد النوار. القفص يعني تعيش ولا تعيش، القفص يعني عبث هذا الفضاء والريش، القفص يعني انكسار. وهي كذا كل البلابل هم كذا الأحرار يرفضون الانتظار. إيه يا معين، هذاني أشوف زولها في الحوش. شوفي ربع ساعة أسوي اللي قلت لك عنه. إيه ربع ساعة وبعدين كرير الاتصال يعني مرتين ثلاث. زين يلا مع السلامة. ألو ألو إيه أم عين، اتصلي على البيت مو على جوالي. إيه خفت تنسين. يلا مع السلامة. يلا وينك في يا خالتي؟ شكي مقاطعتنا كذا؟ أنا مو مقاطعتكم ولا شيء. أنتوا وينكم فيه؟ اللي يبيني يجيني، أنا ما بطلع من بيتي. حياك تفضلي. بصراحة لو اشتريت هالأرض وأخذتها الفيلا بتصير خطيرة. بس أخاف أتوهق والمسألة تكبر وأضيع. أقول لك خلني على قدي أحسن، خلني على قدي أحسن. الله يسامحك يا عبد الرحمن، ليش قلت لي على فكرة هالأرض وهالوقت بالذات؟ أكرمك الله يما. تقهوى يا خالتي. لا ما عاد أقدر خلاص. ألو ألو ألو، وش قصة هالتليفون؟ ليه ما يردون؟ هذا لونه طول اليوم هالشكل. ما عندكم كاشف؟ عندنا يا خالتي، بس كل الأرقام اللي تتصل علينا بطاقة سوا، يعني ما نقدر نعرف من اللي يتصل علينا. وهذول ايش يبون؟ ليه يزعجونكم؟ وش دراني عنهم؟ ألو نعم، زيد بيتزوج، اتركوه في حالة. تبيني أطلبيه على جواله وفكوني من هالإزعاج هذا. أوه. صدق ما يستحون، صدق الناس ما حد يستحون. من هي البنية اللي تبي زيد؟ زيد؟ أنا قلت زيد؟ إلا قلتي زيد، أنا سمعتك. لا يا خالتي لا، أنا كنت أقصد سعد. إلا قصدك زيد. شو القصة يا مراكان؟ أنت مخبية عني شيء؟ المشكلة أني ما أقوى أغبي عليكي، قلبي ما يطاوعني. وش الموضوع؟ شوفي يا خالتي، الاتصال هذا فعلاً لزيد. بنت؟ مع الأسف، مع الأسف. إيه يا خالتي؟ من متى؟ من زمان يا خالتي. زيد لعاب وما في بنت ما يعرفها. تقولين صادقة؟ إيه يا خالتي، شباب وفلوس وش بيحوقة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما ظنيتك كذا يا زيد، يسفى بك. عشان كذا أنا كنت واقفة في وجه زواجة من أمل. المسكينة كسرة خاطري، ما أعطاني قلبي إني أخدعها. وليه ما قلتي لي من زمان؟ ما حبيت صورة زيد تهتز قدامك وقدام أبوه.
لأني خالتي أنت عارفة أنا مرت أبو، وأي شيء أقوله ممكن إنه يتفسر غلط. عشان كذا كل اللي قدرت أسويه إني أعطل زواجهم على أمل إنه ينصلح حاله. معقولة؟ معقولة هالكلام؟ أنا في حلم ولا علم؟ إلا في علم يا خالتي. ولو ما هالاتصال اللي جاني وانت موجودة هنا معي، أنا لا يمكن لا يمكن كنت أقول لأي أحد الآخر يوم في عمري. أنا ما يهون علي أفضحها، بس تدرين أمل نيتها زينة، وربي أراد إنه ينكشف أمر زيد قدامك وقدامها. وش بقول لها الحين؟ ما أدري يا خالتي، بس أنا شايفة إنك ما تعلمينها وخليها تتعلق بواحد لعاب ما يعرف ربه. يمكن الله يهديه ويعدل حاله، وش دراك؟ والله ما عندي استعداد أضحي بمستقبل وحياتها لبنية على نية يمكن ينصلح حاله. يعني بتقولين لها؟ لازم أقول لها، والله يعينها تتحمل هالصدمة. على الأقل هالحين أنت عرفتي سبب رفض الزواج. بيض الله وجهك يا مراكان، عز الله رايتك بيضة وما قصرتي، جزاك الله عنا ألف خير. وين عباتي يمه؟ بروح قبل لا ترجع أمل. لا يا خالتي تو الناس، قعدي شوي. لا لا بروح أرتاح شوي علشان أعرف شو أقول للمسكينة هذه. حسبي الله عليك يا زيد، ما أنت قليل شر. حسنة جيبي عبات خالتي. هاتي يما هاتي. حسبي الله حسبي الله. يلا أمان الله يما، مع السلامة. خليلكم زيد عشان تستولون على أمواله واملاكه، عشان إبليس في الجنة. حمد وش فيك؟ يمه أبرا في داهية. يمه بسم الله عليك، وش اللي بيوديك في داهية؟ مديون يمه، والأقساط تتراكم علي، وأصحابها مخيرين خيارين، يا أدفع يا خش السجن. واحد عنده الأقساط هذه كلها ويروح يدور على سيارة يشتريها بالأقساط، ما تنتصح أنت؟ وش أسوي يمه؟ ما عندي دراهم، وهذه الطريقة الوحيدة اللي ممكن أدبر فيها فلوس وأحصل على مبلغ كبير. وبعدين طمني يمه، ما أقدر أطلع أي شيء بالأقساط إلا اللي يكفلني واحد أو يطلع شيء لي باسمه. رقية معزمة ما تساعدك؟ رقية تصوري يمه، رقية وافقت وكانت مقتنعة وما عندها أي مشاكل في الحياة، وفجأة سحبت علي. شفتي تالية الأخوة كيف؟ ما عليك منها، رقية تموت على القرش، مستحيل إنها تساعدك. سعد وعدني البارح أنه يتصرف، وعلى الله لا يغير رأيه هو بعد. ما ظن يقدر سعد، سعد عنده عمار. لا بس هو وعدني ورقية بعد وعدتك وما صدقت.
لا يما أرجوك، إلا سعد، ترى سعد غير. أجل اتصل عليه وشوف. أنا متأكدة أنه رجع بوعده لك أو نساء بعد. إيه أكلمه لي ما أكلمه. الرصيد منتي. ألو، هلا حمد، الحمد لله بخير. شو الأقصاد؟ وش سوي لها؟ متى وعدتك؟ صح، معليش نسيت. اي بس انا قلت لك بحاول. شلون يا اخي؟ ما ادري يا حمد، بصراحه الحكايه صعبه، ما هي بسهله يا اخوي. انت عارف ان انا عندي عمى، وصراحه من الصبح انا احاول اني اجيبها يمين يسار منه ولا منه، بس بصراحه المساله صعبه يا حمد. طيب، شوف، انت امهلني كم شهر زين، واوعدك اني بتصرف. لا اله الا الله. طيب يا الدلخ، يوم انك كنت بقدها الاقساط والديون، ليش توهق نفسك توهقنا معك؟ طيب خلاص، شوف اسمع، انا اللي عندي قلته، انا ما اقدر اتصرف بهالفتره يا ابن الحلال. شلون ليش؟ ظروفي يا ابن الحلال، ظروفي ما تسمح يا ابن الحلال. صدقني لو اقدر اني اساعدك ما تدرت ولا دقيقه واحده. اسمع عن البربر والكلام الزايد، انت ما عندك الا حل واحد بس، انك تروح تكلم زيد وتشوف شو يقول لك. خلاص انا مشغول الحين. طيب، مع السلامه. ايش قال لك؟ قال شوف زيد. مو قلت لك؟ وين بتروح؟ أبروح لزيد عشان يتصرف قبل لا أروح 60 داهية وأدخل السجن وضيع مستقبلي. حمد، اجلس هنا وحدة واسمع وش بقولك. شوف يا حمد، أنا فكرت بموضوعك زين، ولأني أحبك وما تهون علي، قررت أني أساعدك وأوقف جنبك. بتساعديني يما؟ إيه بساعدك، وبدفع لك كل الديون والأقساط اللي عليك. يما يرحم والديك، لا توعدين تخلفين مثل أخواني، ترى ما فيني. هاد أنا مثل أخوانك يا حمد؟ حشاك يما، حشاك. إذا كانوا أخوانك الله يصلحهم تخلوا عنك وانت في أمس الحاجة لهم، صدقني انت ما تهون علي، ومستحيل ارضى انه يضيع مستقبلك. الله يخليك لنا ذخر يما، ولا يحرمنا من هالقلب الطيب. يا شباب يا اخواني، وينكم اللي تخليتوا عني وخذلتوني؟ وينكم؟ تشوفون هالموقف العظيم من هالانسانه الحنونه. خلص يا حمد خلص، اليوم العصر بسحب المبلغ المطلوب منك واعطيك اياه. صدق يما بخلص من همي وديني هذا؟ اي طبعا، بس أنا لي شرطين. اطلبي عمري. الأول أبيك تكتب لي وصل بالفلوس اللي بتاخذها مني. وصل هذا اللي اكتبون فيه أقر الموقع أدناه كذا وبعدين. ليش يا أم؟ إي يا ولدي، طبعا عارف إن الدنيا حياة وموت، وهذه فلوس ركان، وأنت ما يهون عليك إني أساعدك وآكل حق ولدي. لا يا أم، ما يهون علي. طبعا أنتوا كلكم أولادي، بس انت خابر ان الحلال هذا حلال ركان، يعني مو هو بلي. حقك يما، وانا ما عندي اي مانع اسوي اللي تبين، المهم اخلص من اللي انا فيه. والوصل هذا انا بخليه درس لك عشان ما عاد تسويها اللي سويته مره ثانيه. بس يما انت في البدايه شجعتيني اني اخذ الاقساط. وانا وش دراني؟ انا حسبتك بتقدر تسدد الاقساط اول باول. من وين يما؟ وانا اصلا ما عندي دخل ثابت. عموما اعتبر اللي حصل هذا درس لك. وايد درس بعد. يعني ما سألتني وش الشرط الثاني؟
أبيك تشتغل معي. أشتغل معك؟ إيه، تخلص أشغالي، معاملاتي، تسوي الأشياء اللي ما أقدر أسويها. طبعا بالمرتب اللي تبي. يعني بتعطيني مرتب؟ وبدلات بعد. أحسن يا حمد. وبدون ما يكون لأحد فضل أو منه عليك. تم يا مراكان. أجل خلص، اليوم العصر أنا أجيب لك الورقة والوصل توقع عليه، وأنت تخلص مشاكلك مع الديانة. اتفقنا؟ اتفقنا يا الغالية. وروحي الله يفرج همك ويطلعك من كل ضيق أنت فيه ويعطيك على قدر نيتك. يعني ما قالت لك أي شيء ثاني؟ لا. أجل وش فيك؟ ليه حالتك مقلوبة كذا؟ ما فيني شيء، تراك ذبحتيني من يوم ما جيتي. إيش فيك؟ إيش فيك؟ إيش فيك؟ حطيت الرز؟ إي حطيته. يلا روح انتبهي له لا يحترق. لا تخافين، أنا موطية عليه. ليه الغالي متضايق ونفسه في طرف خشمه؟ أنا بس نفسي أعرف مين اللي مزعلك علشان أروح وانتقم منه. ماني متضايقة. أكيد. أنا بس متضايقة يوم تأخرتي مع أبوك شوي. أصلا أنا ما تأخرت ولا شيء. إلا خذتي ساعتين إلا ربع. حسبتها؟ عسى الله لا يحرمنا منك يا الغالي، كل هلي وعزوتي. تعرفين يا جدتي؟ أنا أحبك كثر الحب اللي بقلوب الناس هذه كلها، وما في أي شيء يهون عن زعلك. روح شوف الرز لا يحترق. يمه وش قصتك مع الرز اليوم؟ أمل. خلاص خلاص ولا تزعلين، الحين بروح. بلاكي ما تدرين وش اللي عرفت اليوم. حسبي الله على اللي كان السبب. حسبي الله. شفتوا السيارة؟ لا 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 ما في شوف، ما في شوف. اتصل الشرطة، اتصل الشرطة، اتصل الشرطة. كلم شرطة، شرطة انا ما في معلومة. كيف كلم شرطة؟ كلم ساعد احسن ساعد. الله الله الله، شنو هذا؟ انت شفت السيارة؟ ايوه سر. شلونها؟ وينت ابيض؟ ايه؟ نفرين موجود. وينت ابيض؟ ايه؟ نفرين موجود. ما في غيره. سالم، هو سالم. أنا لك يا سالم، أنا ما وريتك شغلك ما صير أنا زين. أهم شيء أنا بكلم لك الرجال، بس انت سوي اللي عليك، الرجال ما هو مقصر. أنا بحاول يا أبو الصلاح، ولو أن الأمر بصراحة صعب. سويت فيني الله يهديك بس يا أبو الصلاح. كل خير، كل خير يا أبو زيد، كل خير. الله يقويك إن شاء الله ويوفقك. يا زيد أرجوك اهدى يا زيد. شوفوا عاد، إذا كنتوا خايفين تروحون له أنا مسعي روح أتصرف معه وبروحي. تحلم أنك تقدر تتصرف معه، سالم شراني وما حد قده يا حلو. يا زيد، يا زيد أنت متأكد أنه هو؟ لجل من يكون غيره؟ أصبر لما تكتشف الشرطة بتعطيك خبر. تبيني أنتظر لما تعرف الشرطة؟ ها انظر يا حمار. أي حمار؟ ما حد جاب لي سيرة الحمار. يا شيخ وخر عن دربي، ترى ماني بناقصك أنت الثاني. يا زيد أرجوك هد أعصابك، مو بكذا الله يخليك. أنا يا شباب أقترح عليكم. لا تقترح ولا شيء، الحين بتروحوا معي ولا لا؟
طيب ايش رايكم؟ اقول اوقنا انت اسكت يا ابن الحلال يا زيد اهدى انت الله يخليك. انا هادي والحمد لله، انا بروح لو اتفاهم معاه. بتروحون معاي؟ اهلا وسهلا، ما دام تروحون كيفكم، انا اروح بروحي يا زيد. ما انت يا ابن الحلال يا زيد. ايش فيكم؟ شو اللي صاير؟ جميل انقلع بعد. تعال وازحف انت ازحف شوي شوي. وين كنت يا سالم؟ كنت اعطي زيد درس عشان يعرف يتحدى من. ايش سويت له؟ سويت شيء يريحني يمه، يبرد قلبي. يا حلو الانتقام، يا حلو الانتقام. عسى ما طقيته. يا حليلك ام سالم اكثر. وش سويت له؟ حرقت دمه، حرقت قلبه، نكدت عليه، دمرت له محطته واملاقه بعد. هذه كانت قرصة صغيرة يمه على اذنه. واذا ما فهم الدرس، اذا ما استوعبني، انا نكد عليه حياته، اقلب حياته فوق تحت. سالم يمه الله يرضى عليك، فكنا من هالمشاكل. احنا ما صدقنا نخلص من مشاكلك مع الجيران، تروح وتفتح مشاكل جديدة. اللي سلمك يا يمه، انت ما تعبت؟ ما تعبت من هالمشاكل والهواش؟ تبين ياكل حقي واسكت يمه؟